سعيد ان ارى نفسي بين طاقات فكريه وقانونيه صامده وهذا هو الثابت في مهنه المحاماه. الثابت انه دائما المحاميات والمحامين وهيئات المحامين صمدت اكثر من قرن من الزمان والمهنه صامده بصمود نسائها ورجالها ومن يتحدث عن الازمه يجب ان يبر أن, ان ان يحدد مظاهر الازمه في التعامل مع المهنة الاخرون هم الذين في ازمه الذين يحاولون تدجين المهنه وتجاوز صلاحيه المهنه وتجاوز علم مهنه المحاماه محاماه علم ومن لا يدري هذا العلم هو الذي يدفع الثمن من اجل اخراج هذه المهنه من وسط زوبعة التغيير في المجتمع كما كانت قبل قرن وجعلها في هامش المجتمع وهذا لن يتأتى لأي أحد كما لن يتأتى لأكبر الملوك في فرنسا الذين قالوا يوما ما وتعرفون من قالها يمكن الأستاذ خالص يعرف لويساز بقى في حالة واحدة قبل أن يحكم عليه بالموت وأن أنه انتبهوا اقطعوا لسان كل محامي اراد ان ينتقد السلطات العموميه، شيء من هذا المجال هذه القوه التي كانت ولا زالت تهدد من المحاماه ليست محمد في ازمه وارجو اذا قلنا هناك ازمه يجب ان نحدد اسباب الازمه ليست أخلاق المهنيه لأن هناك اخلاق مهنيه سعيده والمنحرفات والمحاربون في وسطنا قله قليله والدليل على ذلك هو انه الهيئات صمدت اكثر من قرن الميناء صمدت اتت قوانين وارادت ان تضرب الميناء في اطارها في تنظيمها في مؤسساتها في أدبيتها في دورها ولا زالت هذه القوه تلاحق الميناء المحاماه وتلاحق المحاميات والمحامين ادله كثيره تناظرنا حولها وتحدثنا حولها قوانين مشاريع قوانين ماشي فقط قوانين ميناء تلك القوانين التي نستعملها والتي تتحدث السيد الرئيس التي نشتغل بها والتي تعطينا الصوره الحقيقيه لدورنا في المجتمع الصوره الحقيقيه حينما نكون نكون يعني نمارس ببدلنا في ساحه المعارك الحقيقيه والسمع ساحة العدالة الساحة القضائية التي تظهر وجهنا الحقيقي في المجتمع كل مجتمع لا يعرف معنى الدفاع كل مجتمع لا يعرف دور القضاء هو مجتمع ضعيف وحينما تضعف المحاماة يكون المجتمع ضعيف اليوم كاين محاولات حقيقية لإضعاف المحاماة ولكن نجي أن نقول بأنه نحن أقوياء ومن تقوياء لماذا؟ ملف ديال العداله مثلا بصفه عامه ما الذي دفع المشرع الدستوري 2011 الى ان يذهب بعيدا للترسيخ بعض قواعد العداله محاكمة العادله استقلال القضاء تغيير في المنظومه القضائيه وفي المؤسسه العليا للقضاء وهي المجلس على السلطه القضائيه ما اقترح تطعيم المجلس بكفاءه قانونيه غير قضائيه وحربنا في هذا في هذا التوجه داخل الهيئه العليا داخل الهيئه العليا كنا كالغرباء لكن الذكاء المهني الذي جمع بعض المحامين الذين كانوا في الهيئه العليا جعلوا الاخ جعل من الهيئه منفذ الى التغيير او بعض التغييرات الحقيقيه التي اتت كما قلت بهذا التوجه الجديد ما الذي دفع بتغيير عده تغييرات الدائرة 58 للحرية العامه هم انتم الرجال والنساء ديال الدفاع من الذي انتفض طوال عشرات السنين ضد المقتضيات الانتقاليه 74 94 ودافع بالنظام المغربي الى الاعتراف بانه هناك ازمه الحريات وازمه الحقوق وصفها بالسكته القلبيه وصفها بالسكتة القضبيه ما الذي دفع الى البحث عن مخرج بعد انتفاضه الشارع العربي او ما يسمى ب 20 غش 20 فبراير عفوا ما ما هو ماذا ما كان دورها وكانوا فيها نقباء سابقين انا مازال تنشوف النقيب عبد الرحمن بن عمر في شارع محمد الخميس في 20 فبراير وعاد كبير من المحاميات من المحامين لذلك ما نعاودش نسمع ما نعاودش سمحوا لي سمحوا لي شويه ولكن انا انا يقلقني ان اسمع بان المحاماه في ازمه والمحامين في ازمه لا يجب علينا ان نظل رافعات ورافع الرؤوس لاننا غيرنا المغرب احنا اللي غيرنا المغرب احنا اللي غير المغرب شيوخنا في المحاماه غيروا المغرب قاد السياسيين محامين غيروا المغرب قاد السياسيين غيروا مواقع واسس العداله في المغرب دورنا كان كبير وما يمكنش انه الا كانت مهنه من اقدم المهن واشرف المهن عطات هذا الشيء ما يمكنش يجي واحد يقولوا بانه راكم ضعاف اليوم فعلا الخطر فين الخطر فعلا باننا لا ندافع عن مواقعنا ومواقفنا وقوتنا تنبين راسنا نضعف وثلاث سنين ضاعت حياتنا وبينا باننا نضعف التعبئه وسط المحامين كانت قويه خروج المحاميات المحامين الاحتجاج كانت قويه ولكن ماذا حققنا بعد ذلك؟ انفجرت صفوفنا صفوفنا ما وصلناش حتى القرارات حاسمه المؤتمر ديال الدخله ما وصلناش قرارات حاسمه حاسمه واليوم كذلك كاين كبير على مؤسستنا على انها تراجع موقف ديالها خصنا بعضياتنا حديث المنتقد حديث المراجع الحقيقي لما جرى حديث المراجع الحقيقي لماذا يجري كلنا نتحدث احيانا حين وصول الانتخابات على الفساد وعلى الانحراف وعلى... هذا وعي هذا استمرار الوعي لكن كلنا لا نتسلح بالاسلحه الحقيقيه التي يمكن ان نواجه بها المستقبل اذا كنا في حاجه الى قانون من السيد الرئيس راه سنوات وحنا سنتعيد. ولكن استمرار ديالنا كاين القانون ماشي هو المصير ديالنا مصيرنا هو الموقع ديالنا الرمزي في المجتمع ما الاليه من الاليات الاشتغال ولكن قوتنا هي تاريخنا هي وجودنا في المحاكمات هي صناعة القرارات هي صناعة التوجهات القضائية هي صناعة الحريات هي الدفاع عن الحريات هذا لا يعوزنا فيه قانون ماشي لأنه الانتخابات عندي ماشي دعام والنقي ماشي ثلاث سنين هذه نقول بأنني أنا ضعيف لا هذا نظام يعني داخلي مؤسساتي غادي نعالجوه كيف ما كانت كيف ما كانت نعالجوه ولكن موقعنا هو الأساسي وموقعنا تحكم التاريخ تحكم الوضع السياسي تحكم موازين القوى تزول الاخلاق والثقافه القانونية اللي عندنا ماشي قانون فقط ديال التنظيم ديال منات محمد ولذا كنقول بانه لدينا ثوابت والتحولات كاينه التي تريد تريد ان ترجع بالمغرب ماشي بمنات محمد تريد ان ترجع بالمغرب المغرب كانت يعتقد في هيئه الإنسان في المصالحه وشاركوا فيها المحامي أستاذ نقيب. الله يرحمه بن زكور أستاذ شوقي أستاذ ريسوني أستاذ بوزوبا واحد العدد المحامين شاركوا كانوا في قلب التغيير قلب التغيير ما جاش شي الشعبات ما لانه النظام باغي المحامين حتى يدخلوهم لانهم محامين هما صناع اكبر مراحل التاريخيه في البلاد كما كانوا في اوروبا كما كانوا في اوروبا دخلوا للمحكمه الكبرى في باريس وجبروا الحائط المحكمه فيه قضاه ومحامين الذين استشهدوا وضحوا من اجل الثوره الفرنسيه ومن اجل بدايه المعركه من اجل العداله في العالم داكشي اللي ما قدرش عليه سيزار باكاريا في وكذا و50 و واللي نضر وهو في 20 سنه لانه دوز اطروحه ديالو في دكتوراه في القانون في 20 سنه ونضر له اسس قواعد ديال العداله الجنائيه قرينه البراءه العلنيه والشفويه حضور المحامي الغاء عقوبه الاعدام حاجه الثوره الفرنسيه وجو اكبر المحامين ديال العصر الانوار اللي تيدافعوا على هذه الافكار ورغم ذلك ما بدات حقيقيه حقيقه الثوره في مجال العداله الجنائيه الا بعد الحرب العالميه الثانيه ووجود اول قانون ديال المسطرة من بعد الثوره ديال 1954 في فرنسا ولذلك احنا عندنا تاريخ يجب ان ندرسه يجب ان نكون اذكياء في استعماله ويجب ان نقول باننا اذا ضعفنا واذا وقعت لنا ازمه فالأزمة نحن جزء من مصدرها ما نكذبوش على راسنا نحن جزء من مصدر الازمه ولذلك كما نقول باننا نحن جزء من شموخ الميناء ومن تاريخ الميناء فنحن كذلك احيانا جزء من 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 مشاكل وانتم النقباء ستعرفوا هذا الشيء وعليكم المسؤوليه باش تعملوا لنا القياده انتم اليوم في الواجهه الاولى كما كانت جميع المؤسسات ديالنا في الواجهه الاولى ما تخلفوش على المحامين والمحاميات حرصوا على الامانه ما يكونش عندنا جوج وجوه جو. يكون عندنا جوج واحد واللي باغي يعمل هكا وهكا ما ياخذش القيادات ديال المحامين اللي باغي يكون لو بور اي لارجون دو بور ما ياخذش القيادات المحامين المحامي خصو يكون قوي يضحي يضحي معنا الناس نشوفهم اللي ضحاو سنوات معنا الناس اللي انتقدناهم ولانهم اصدقاء ديالنا وانتقدناهم لانهم تنعرفوا باننا تربطوا بنا وبينهم مواثيق سبلا بالاحداث وبالتاريخ سيد الرئيس سمحوا لي انا, أنا اجد حرجا كبيرا لا 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 في انا غير باش في النهايه تنشكركم اللي عطيتونا هذه المناسبه باش نذكروا بعضياتنا ولكن هذا الشيء فيه استمراريه <applause> شكرا شكرا سيد